مشاهدينا مشاهدي قناة مصر الزراعية، برحب بحضراتكم. بنتابع مع حضراتكم النهاردة من محافظة الشرقية وفي منطقة بلبيس الحملات الرقابية والتفتيشية اللي بتقوم بيها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة سير العمل داخل مصانع الأعلاف. النهاردة احنا موجودين في أحد مصانع الأعلاف الكبيرة في منطقة بلبيس، واللي بتنتج يعني عدد كبير جدا من الأعلاف سواء للإنتاج الداجني أو الإنتاج السمكي. بنتابع مع حضراتكم توافر المواد الخام، خاصة في ظل الجهود اللي بتقوم بيها الدولة المصرية من خلال الإفراجات الجمركية اللي بتتم خلال الفترة الأخيرة والمتابعات المستمرة من رئاسة مجلس الوزراء. هنتابع مع حضراتكم توافر المواد الخام وأيضا آراء المستثمرين وآراء أصحاب المصانع النهاردة، خليكم معنا. احنا طبعا النهارده في اول جولاتنا هذا الاسبوع، في من ضمن الجولات السابقه برضو في النهارده في توفير الاعلاف واستقرار الاسعار، وبعد طبعا جهود الدوله الكبيره في توفير طبعا الدولار وخروج السلع. يمكن شفنا بالاول اول امس مع دوله رئيس مجلس الوزراء مع يعني مجموعه كبيره من الساده الوزراء في اسكندريه، ومدى الدوله كميات كبيره من مبالغ تم ضخها لخروج استلزامات الانتاج. فكان لزاما علينا ان نتابع هذه العمليه لفي المصانع ومتابعه مستلزمات الانتاج وسير المصانع. والحمد لله احنا النهارده في احد المصانع الكبيره لانتاج الاعلاف سواء الاسماك او الدواجن او الحيوانات بطريقتها. الحمد لله نتيجه الافراجات تطلع، شايفين كميات العلف المنتجه وشايفين ان المصنع شغال بكامل التقاطه باربع خطوط، فدي بتدي يعني كويس والنزول في الاسعار، وشايفين تواجد السلعه، ودي النهارده يعني عمليه كبيره لشفاء صناعه الدواجن ورجوع صناعه الدواجن الى ما كانت عليه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. مستمرين في الحملات، مستمرين في ضبط الاسعار، مستمرين في عدم الاحتكار، مستمرين في رقابه على جميع المصانع الموجودة في مصر في جميع أنواع المحافظات، كان وزارة التموين أو مباحث التموين أو المسطحات أو الجهات الرقابية كلها شغالة لطبعا لتكون برضو تكملة لما تم من إفراجه وجهود الدولة في خروج السلع من المواني المصرية. اولا هي الرقابه مش هي الاساس في ان كل شيء، لازم يكون هناك رقابه ولازم يكون هناك يعني رفع للصعوبات اللي امام المصانع. فبجانب الرقابه بنشوف ايه العقوبات اللي بتقابل المستثمرين اصحاب المصانع، بيتم رفعها للوزير المختص او بيتم طبعا عندنا برضو لجنه الاعلاف بيتم تقييم هذه الامور واعضاء في اللجنه العليا للاعلاف اللي بيتم على ارضاها على وزير معالي وزير الزراعه ثم معالي دوله رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات السريعه. واحنا شايفين الدوله النهارده يعني في اجراءات في المواني لخروج هذه سواء فول الصويا سواء الذره، النزول باسعار لضمان تاني وارجع اقول لصناعه الدواجن. واهم حاجه عندنا ان برضو الاهتمام بصغار منتجي الدواجن، لان بيخرجوا من عمليه انتاجيه واحنا داخلين على فصل الشتاء وشهر رمضان المبارك، فلازم نكون عضعض. والحمد لله يعني لوجه رساله مأنان للشعب المصري ان بدات المزارع تشتغل بقى لها خمس ست ايام وبدا الكسكوت يخش في عمليه التسمين، وده مؤشر كويس جدا جدا في توفر الدواجن خلال الايام القادمه ونزول الاسعار ونزول اسعار العلف اللي يمكن شفنا الصويا اللي كانت وصلت 35 النهارده بنتكلم في 23000 و24000، الذره اللي كان ب 15000 النهارده ب 10.5 او 10800. فالحمد لله نزول كبير جدا ومستمرين مع ضخ الكميات الكبيره اللي خرجت من المواني، منتظرين نزول في الاسعار اكتر وتغيير اكتر وطاقه انتاجيه اكتر. واي عقوبات او اي حاجه احنا بنرفعها والدوله مستمره في رفع الصعوبات ورفع المعوقات سواء الصانع او المستورد او المنتج، لان دي طبعا كلنا لازم نتضافر ولازم كلنا نشتغل ولازم الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج لنعدي هذه المرحلة بإذن الله. يعني الدولة اللي حريصة وشغالة ورئيس وزراء ويطلع مع مجموعه من الوزراء يعني ويفضوا نفسهم ويطلعوا مين اسكندريه وجهات رقابيه شغاله، مش عشان طبعا احنا قلنا حاجات في رفع العقوبات وكده، ولكن كل من يحتكر او يرفع في السعر او كده هيتوفق يكون هناك عقوبات رادعه بالقانون 3 اللي هو قانون المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه سنه 2005، عندنا القانون 181 لسنه 2018 قانون حمايه المستهلك، وطبعا المصادره البضاعه، ويمكن تصل الى سحب الرخصه في خلال هذه الفتره، لان زي ما قلت زي ما احنا بنساعد على خروج
البضاعة وتوفير المستلزمات الإنتاج لازم المصانع والناس تقف برضه، وكل من يحتكر أو هيقفل مصنعه عندنا معلومات، ويمكن لسه ضابطين في دمياط الجديدة كميات كبيرة جدا، كانت في 6 4 مخازن تمها بمعرفة طبعا تموين دمياط والزراعة، وتم الطب البيطري وتم ضبط هذه الكميات كبيرة جدا. بالمثل برضه احنا مستمرين، وهنشوف خلال اليوم برضه من خلال الحملات المستمرة حتى آخر اليوم، وفي جميع المحافظات شغالة حملات بنفس السياق وبنفس الطريقة لضبط أي حد مخالف في هذه الظروف. طبعا هم مهتمين جدا، يمكن أهم حاجة صناعة الدواجن اللي أنت شفتها في المقابل الأول، لأنها من الصناعات الوحيدة في مصر، والصناعات بيشتغل فيها عدد كبير من 3.5 مليون مواطن واستثمارات 100 مليون، بجانب هذه المستلزمات لإنتاج الزيوت تم الإفراج عنها كبير بكمية كبيرة جدا، مستلزمات منتج لمصانع الأدوية، إنتاج مستلزمات مثلا الألبان والأكبر بمنتجاتها، كل الدولة شغالة في جميع السياق حسب الأولويات، وتم صرف زي ما حضرتك أشرت أكثر من 7 مليار دولار تم الإفراج خلال الأسبوع، ألف خلال الأسبوع تكون هذه البضاعة بره، ومستمرين في المرحلة الثانية، يعني الدولة حريصة على عجلة الإنتاج، فإحنا كمواطنين وكمسالكين ومنتجين لازم نستمر في عجلة الإنتاج، ولازم نستمر في طاقة المصانع الشاب بكامل طاقتها لرجوعنا إلى الوضع الطبيعي خلال هذه الأزمة، لأن دي أزمة عالمية مش أزمة مصرية، دي أزمة عالمية ومؤثرة على مصر بنسبة 80%، ولكن إن شاء الله مصر واخدة إجراءات واستراتيجية عالية جدا جدا في الوضع الطبيعي وتوفر السلع، سواء في يمكن هخرج شوية عن الزراعة ونقول في توفر المعارض والشوادر، توفر السلع من خلال شهر رمضان من هذه الأيام. احنا النهاردة موجودين في محافظة الشرقية المنطقة الصناعية بلبيس بالتحديد، تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء لضبط آليات السوق وضبط الأسعار عشان نشوف الناس المحتكرة واللي بتخبي العلف وما بتبيعش ويعطش السوق، وبنحافظ على صناعة الدواجن في السوق. المصنع اللي احنا فيه النهاردة حضرتك مصنع من المصانع المنضبطة اللي شغال مظبوط شيفت واثنين وتلاتة، واي مصنع بنلاقيه شغال ومنتظم بنوجه له الشكر، اما باقي المصانع المخالفه والمحتكره بنتخذ ضدها كل الاجراءات القانونيه. اي في حال ثبوت اي مخالفه بنحول صاحب المصنع والمصنع والشركه للجهات الرقابيه للتحقيق معاهم ومصادره المنتجات اللي عندهم. اما المصانع اللي شغاله بنوجه لها الشكر اكيد، يعني طالما منتظم وشغال زي المصنع اللي احنا فيه النهارده. احنا بنشتغل على مدار الساعة، عندنا 4 لجان من قطاع تنمية الثروة الحيوانية بيلفوا في جميع الاتجاهات، والمصنع اللي بيبقى منتظم بنوجه له الشكر اكيد لانه شغال كويس ومنتظم، وبندي رسالة لبقية المصانع اللي بتقفل واللي بتريح ان هم يشتغلوا قدوة لغيرهم. اللجان الباقية بتلف من جميع في اتجاهات الجمهورية كل المحافظات، 4 لجان بيلفوا على مدار الساعة بالاشتراك مع وزارة التموين قطاع التموين والتجارة الداخلية، اللي هو بنعمل التقرير الفني بتاعنا وهو بيحدد السعر ويشوف مين المحتكر ومين اللي بيغش ومين اللي مخبي البضاعه في السوق. بنعرف المنتج النهائي الخط شغال ولا مش شغال، مخبي حاجه، في حاجه في الصوامع، في حاجه محتكرها، وبنطلع على الفواتير شاري منين وجاب منين وبايع لمين، كل الحاجات دي بتبان قدامنا عشان نعرف المصدر مين، مين اللي بيحتكر، مين اللي بيزود في الاسعار، مين اللي منضبط في الشغل، مين اللي بيبيع للمصانع باسعار مناسبه، عشان برضو في الآخر بنرجع للمنتج النهائي ونعيد صناعة الدواجن مرة أخرى لمكانها الطبيعي ونحافظ على كل حاجة في البلد. إن شاء الله بعد الإفراجات ومرورنا على كل المصانع إن شاء الله الأسعار هتبقى كويسة في متناول الجميع، ونحافظ على الكتاكيت وعلى الدجاج وعلى كل حاجة وعلى في المشية والألبان كل حاجة كل شيء. احنا حسينا بالمشكله دي فعلا في بعض الخامات اللي كنا المفروض ان هي بتنتج محليا واللي احنا بنشتريها محلي، كانت في فعلا تزايد رهيب في الاسعار في خلال الفترات اللي فاتت دي كلها، زيادات غير مبرره تماما بدون داعي، بس الحمد لله الفتره الاخيره يعني حصل انفراجه في الكميات اللي حصلت والكميات اللي هي اللي موجوده، والاسعار بدات ان هي تثبت تاني والكلام ده،
فالحمد لله ان احنا قدرنا نكمل الموسم السنه دي، واحنا شغالين حاليا بكامل الطاقه للتصدير الحمد لله في خلال الفتره دي، لان علف السمك ما بيشتغلش في خلال فتره الشتاء. هي الدوله من المعروف ومن الملاحظ جدا جدا جدا، واي حد بيقر ان هي دايما في مصلحه المستهلك، وده عمره ما هيتم في مصلحه المستهلك الا اذا قدمت الدعم للي بينتج للمستهلك. فاحنا الحمد لله في خلال الفتره اللي فاتت دي كلها احنا الحمد لله ما توقفناش، والتصدير شغال كويس جدا جدا، واحنا اهتمامنا كان على التصدير والدوله بتهتم بالتصدير، فده شيء جيد جدا وشيء ملاحظ يعني. وده اللي احنا نتمناه اكتر، ان احنا نتوسع في التصدير ويبقى الدنيا اكثر سهوله. يعني دايما احنا بنحس بتقدم، يعني امبارح غير النهارده، والمفروض ان احنا نحس بكره افضل من النهارده. والله احنا كلنا سمعنا الخبر بتاع مجلس الوزراء بخصوص الانفراج اللي تمت في على الخامات في المواني. طبعا ده كان خبر سعيد جدا، لان ده هيأثر بالايجاب على كل مصانع الاعلاف اللي بتشتغل في نفس القطاع ده، ان احنا نرجع الطاقه الانتاجيه للمصانع لاعلى ما يمكن. وده فعلا حصل معانا في مصنعنا هنا، ان احنا شغالين الحمد لله باعلى طاقه انتاجيه، بنحاول نوفر كل السبل للصناعة من احنا ننتج المنتج بأعلى مواصفات قياسية، والحمد لله كان أكيد طبعا ده أثر بالإيجاب على القطاع كله. عدم توفر خامات ده هيأثر طبعا بالسلب على حاجة زي كده، ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ما وقفناش الحمد لله عن الشغل والإنتاج زي ما هو. يعني احنا في خامات بتيجي مستوردة، هي دي بس اللي ممكن تبقى فيها مشكلة شوية، ولكن في موردين وبدائل للخامات اللي احنا بننتجها كان بديل لحل الازمه لحين الانفراج اللي حصلت قريبا، يعني زي ما سمعناها كلنا. النهارده كان في زياره اعتقد مفاجاه من وزاره الزراعه التابعه للدوله ووزاره التموين، ودي حاجه وان كانت للمصنع وهنا دي لو كانت حتى زياره مفاجاه فده حاجه كويسه جدا، لان هم بيتتبعوا كل المشاكل اللي بتحصل بخصوص الخامات بخصوص المنتج النهائي. والحمد لله يعني هم تابعوا كل الخامات في زيارة ميدانية، وتابعوا كل الأوراق الخاصة بالخامات ديت، والحمد لله ما رصدناش أي مخالفات. المصنع شغال بدون أي مخالفات والحمد لله. احنا من غير أي حاجة بنحاول نتتبع، لينا مواصفات قياسية لكل مورد خاصة بالمصنع، لأن احنا طبعا بنصدر لدول أفريقية، فبالتالي كل الخامات اللي بتيجي بنتتبع تاريخ انتاجها شكله ايه، تاريخ انتهائها شكله ايه، وبنحاول واحنا بننتج بنبدا بالقديم الاول ثم بعد منه ثم بعد منه وهكذا. رسالتي ان احنا بقول يعني للدوله اي قرار في صالح الصناعات بشكل عام، مش صناعه الاعلاف فقط، اي قرار بيدعم الصناعه، اي قرار يدعم حتى الصناعه المحليه، ده احنا مرحبين بيه جدا، ومفيش ابلغ من ان انا اقول لك ان صوت المكن شغال هو راك، والحمد لله يعني ده حاجه بتسعدنا جدا وتسعد اي حد يعني الحمد لله. احنا عندنا اربع خطوط انتاج، خط الانتاج مركزات الدواجن، وخط الانتاج البريمكسات. البريمكسات ده عباره عن مخلوط فيتامينات واملاح معدنيه بتضاف بنسبه معينه على علف السمك. الطاقه الانتاجيه بالنسبه لمركزات الدواجن 10,000 طن سنويا، بالنسبه للبريمكسات 1,500 طن سنويا. وطبعا احنا قابلنا بعض المشاكل كتير السنه دي، وبعض الاحتكارات اللي احنا شفناها من سواء كان تجار او مشاكل في الاستيراد لبعض الخامات، وده طبعا اثر علينا، بس احنا الحمد لله قدرنا ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نلبي معظم احتياجات العملاء، سواء كان في السوق المحلي او في السوق التصدير، لان احنا بنطلع منتج تصدير حوالي 20% من انتاجنا لبعض الدول الافريقيه، وعلى الاخص كينيا واوغندا. اكيد يا فندم طبعا الحملات دي بيكون لها تاثيرها برضه الايجابي طبعا على معظم الشركات، لأنها بتساهم بشكل كبير في أنها تحافظ على الصناعة.
والله حضرتك عاوز اقول طبعا في افراجات جمركيه تمت بالفعل بعد طبعا تدخل المسؤولين في الدوله، ولكن عاوز اقول طبعا رغم ذلك ولكن برضو ما زالت في بعض المصانع او الشركات في طبعا مخزنه الصويا، واحنا بنقول لهم طبعا لا يعني، واحنا طبعا بنقول لهم لا، لان طبعا ده يعتبر مخالف للقانون حضرتك للاحتكار ده، لان اي حد بنشوفه طبعا احنا حاليا دلوقتي في المنطقه الصناعيه بمحافظه الشرقيه، واي حد بنشوفه طبعا او بنلاقيه ان هو مخالف طبعا ان هو بيخزن او بيحتكر طبعا الصويا او حضرتك الذره، لان زي ما احنا عارفين كلنا ان 80% من متكون العلفه هي طبعا حضرتك ذره وصويا، وبعدين طبعا بتبقى فيه حاجات وفيتامينات واملاح معدنيه، ولكن بقول طبعا هي اساس حاجه هي الصويا والذره. فطبعا الناس اللي هي بتخزن او طبعا بتحتكر الصويا، لا احنا بنقول لهم طبعا ده على طول بيبقى مخالفه طبعا القانون، وبيتوجه طبعا للرقابه الايه لجهاز الرقابه، ويتم طبعا التحقيق معه. طبعا احنا كوزاره الزراعه وطبعا معانا كوزاره التموين والتجاره الداخليه، احنا بنقول طبعا المفروض اللي مثلا الصويا بيبقى ليه سعر معين، المفروض الناس حضرتك ما او اصحاب المصانع او الشركات اللي هم بيستوردوا او المستوردين عامه ما يزودوش عن السعر المحدد للصويا او الذره، ولكن حضرتك ان هو يجي مثلا يبيع مثلا بسعر احنا محددين وهو بسعر يزود في السعر، طبعا ده حضرتك بيتحال على طول ليه، بيكون في جهاز رقابيه وبيتحول على طول للجهات الرقابيه والتحقيق. جهد كبير بتقوم به الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة للمساعدة في الإفراجات الجمركية عن المواد الأولية اللي بتدخل في صناعة الأعلاف، وده اللي لمسناه النهاردة خلال جولتنا وزيارتنا لعدد من مصانع الأعلاف في محافظة الشرقية في مركز أبو حماد وفي مركز بلبيس، وخير دليل الصورة اللي حضراتكم شايفينها، المصنع شغال يعني بكامل طاقته الإنتاجية، وده دعم من الدولة المصرية لقطاع وصناعة وطنية هامة وهي صناعة الأعلاف في مصر. متشكرين لحضراتكم على طيب المتابعة.